التعادل على فرض التعادل على الترجي المحلي، الترجي اللي يبدو بلباس أبيض، الذي يبدو أنه يجد صعوبة في فرض نفسه فوق ميدانه وأمام جمهوره. وقد انطلق اللقاء سجالا بين الفريقين مع اندفاع أكبر من فريق المحلي وتحفظ من الزوار. رغم المحاولات العديدة التي قام بها خط هجوم الترجي فلم يتمكن من افتتاح باب التسجيل بسبب اليقظة التي أبداها المدافع حر ورفاقه. وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، بحيث أن المحاولات لم تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. هذه أحد اللقطات لصالح جيل هندسة الجزائر. المرحلة الثانية انطلقت بعزم وتصميم أكبر من لاعبي الترجي الذين غيروا طريقة لعبهم وتخلوا عن التمريرات القصيرة والتبادل الكروي السريع، ملتجئين للكرات العالية ومحاولة الاختراق من الوسط، غير عن الخطة الدفاعية المحضة التي اعتمدها الجيل في هذه المرحلة وتجمع لاعبيه بالعدد الكافي وفرض السيطرة أو حراسة فردية على اللاعبين